السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض exercise on chapter 1 from the question of the previous year exams. تمام كده؟ يلا نبدأ. بسم الله. Choose the correct answer number 1. In the opposite figure, in which tube does the complete digestion occurs? عايز أنبوبة من دول يكون فيها هضم كامل. طيب نشوف هنا. عندنا الأميليز plus H2O plus starch عند pH equal 7.4. ده بيحصل ديجيشن فعلا، يعني الاميليز ده هيحصل له ديجيشن ويتحول لدايساكارايد مالتوز. تمام، بس ده مش كومبليت ديجيشن، مش هضم كامل، لان المالتوز ده لسه بانزيم اسمه المالتيز بيتحول لتو جلوكوز، يبقى 1 مش معانا. طيب نمبر 2 بيقول لي هنا هيحصل هيدروليسيز للفاتس باللايبيز انزيم والبايل جوز عند بي اتش ايكوال 8. ايوه هو ده بقى اللي كومبليت ديجيشن. ليه؟ لان البايل جوز هتحول للفاتس الى امالسيفايد فاتس، والامالسيفايد فاتس باللايبيز هتتحول لفاتي اسيد وجليسرول. يبقى طالما الفاتس دي هتوصل في النهايه انها تبقى فاتي اسيد بلس جليسرول، يبقى كده حصل كومبليت ايه دايجيشن. طب نكمل. بيقول لي هنا فاتس و H2O بايل اللي هي البايل جوس و pH equal 8، بس ما فيش هنا لايبيز انزيم، يبقى هنا هتتحول لايه؟ لامالسيفايد فات، هتتحول لامالسيفايد فاتس. معايا كده شباب؟ فالامالسيفايد فاتس ديت مش مرحله نهائيه، يبقى الوحيده اللي حصل فيها كومبليت دايجيشن هي نمبر 2. يبقى ادور في الانسرز كده الاقي عندي في نمبر دي 2 اونلي. تمام كده شباب؟ نكمل. عندنا نمبر 2 بيقول لي ذا نمبر اوف هيدروجين اتومز، عدد الهيدروجين اتومز ريزلتد فروم فوتوسينثيز فوتولايسيس اللي هي الفوتوسينثيس بروسيس التحلل الضوئي ل 6 ووتر مولكيولز إز كم أتوم؟ طب أنا عندي 6 ووتر مولوكيول 6 H2O. تمام كده؟ طيب هنا لو احنا عملنا ده ال H2، احنا عارفين إن كل هيدروجين أتوم عندها إلكترون، بتبقى احنا عارفينها من الكيمستري H11 عندها إلكترون واحد. تمام؟ طيب يبقى أنا لو عملت 2 باي 6 إيكوال كام؟ 12. يبقى العدد اللي عندي اللي هو number of هيدروجين أتوم، أو لو سألني برضو بصيغة تانية number of electrons، بيبقى كام؟ 12. 2 باي 6 إيكوال 12. طيب question 3 بيقول لي هنا which of the following graphs represent the change in the concentration، التغير في تركيز مين؟ انزيم وبروتين وامينو اسيدز produced in a test tube. طب يلا نقول مع بعض، نمسكهم واحدة واحدة. هل ال concentration of enzyme decrease ولا increase؟ ما بيتغيرش، doesn't change. يبقى اقول له كده، اولا ال concentration بتاع الانزيم ده doesn't change، ما بيتغيرش. ليه بقى؟ لان احنا عندنا الانزيم ده هو increase the speed of chemical reaction inside living organism body without being consumed or affected، بدون ما يستهلك ولا يتأثر، فده doesn't change. فاقدر اشوف الاقي ان الانزيم عندي انهي جراف من دول يبقى يناسب معانا، اللي هو الجراف اللي فيه constancy ثبات اهو، اللي هو الكونستانت ده، يبقى جراف 3 ده هو الانزيم. تمام. طب انا عندي بعد كده بروتين، طب ما البروتين دي تعتبر سبستريت، الماده المتفاعله. تمام كده؟ او رياكتنج سبستانس. طب البروتين ده اللي هو ايه؟ قلنا عليه رياكتنج سبستانس او رياكتنت، رياكتنت او رياكتنج سبستانس، الماده المتفاعله او رياكتنت. طب ما احنا عارفين حاجه ومعلومه عارفينها كمان من بدري، ان الكونسنتريشن اوف رياكتنج مولكيولز او رياكتنج سبستانس ديكريز باي باسنج تايم، يبقى الكونسنتريشن اللي ديكريز اللي هو الجراف نمبر 1 ده بيعبر لي عن البروتين. طيب الامينو اسيدز دي برودكت، واحنا عارفين ان باي باسنج تايم الكونسنتريشن اوف برودكت انكريز، يبقى هنا الجراف نمبر 2 ده هيمثل لي مين؟ هيمثل لي الامينو اسيدز، لان هي البرودكت بتاع عمليه الدايجيشن اوف بروتين. فندور بقى في الانسرز، احنا عايزين الجراف 1 يبقى بروتين، ندور كده بروتين معايا الانسر بي ودي. تمام. الجراف 2 يبقى امينو اسيد، امينو اسيد موجوده معايا في دي. الجراف 3 يبقى انزيم موجود معايا في دي، يبقى الانسر معانا نمبر دي. تمام كده شباب؟ نكمل. يقول لي هنا في نمبر 4 if you know that scarce worm can live and feed، تقدر تعيش وتتغذى inside the human small intestine. تمام. So that this organism are تعتبر سابروفايتس مترممة ولا اوتوتروفز كائنات ذاتية تغذية بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، ولا كارنيفورز اكلات لحوم، ولا بارازايتس اكيد بارازايت طالما بتعيش في السمول انتستين بتاع الهيومن. تمام، يعني بتتغذى على الفود بتاعه.
نشوف بقى نمبر 5 بيقول لي in which part of the human alimentary canal does the enzyme work efficiently، يعني في أي مكان الإنزيم هيعمل بكفاءة، تمام؟ if the optimum pH for this enzyme is 7.5، إحنا شفنا الـ optimal pH 7.5 دي موجودة فين؟ في الماوس اللي بيعمل عندها السليفري أميليز، تمام؟ أو التايلين إنزيم، يبقى الكلام ده موجود في الماوس. ليه؟ لأن الاستومك الـ pH فيها من 1.5 ل 2.5، يعني بتعمل في وسط إيه؟ أسيدك. أما السمول انتستين خدنا طبعا إن الـ pH فيها equal 8، ودي السبب فيها هو الصوديوم إيه؟ بايكربونات. واللارج انتستين بتمر فيها البرودكت اللي ناتجة عندنا اللي هي الاندايجستد فود، تمام كده. وهو هنا حتى ما ذكر لناش الـ pH بتاعتها، وكل اللي قال إن الـ pH في الانتستين أو سمول انتستين equal 8. يبقى إحنا عندنا 7.5 ده موجود فين؟ موجود في الماوس. نكمل. نمبر 6 بيقول the green plants are similar to purple sulfur bacteria in the، هم شبه بعض في الطيب of chlorophyll in both of them. لا طبعا، البكتيريا عندها سيمبل بكتيريو كلوروفيل، يعني بكتيريو كلوروفيل بيبقى ابسط من اللي موجود، بكتيريو كلوروفيل ابسط من اللي موجود في الجرين بلانت، يبقى مش زي بعض. سورس اوف هيدروجين ريكوايرد فور كربون دايوكسيد فيكسيشن ان بوث اوف ذيم، لا طبعا، لان الجرين بلانت مصدرها ال H2O، اما مصدر الهيدروجين فيها H2O، اما البربر سلفر بكتيريا مصدر الهيدروجين فيها H2S. طيب الدارك رياكشن ان بوث اوف ذيم، ايوه طبعا الدارك رياكشن، لان الدارك رياكشن فيهم بتتم عن طريق ان 12H2 بلس 6 كربون دايوكسيد بيدينا الجلوكوز اللي هو C6H12O6 بلس 6H2O، ده ثابت عندنا في الاثنين. طب سكندري برودكت اوف فوتوسينثيس بروسيس ان بوث، لا طبعا، لان السكندري برودكت الاكسجين هنا بيطلع كسكندري برودكت في الجرين بلان، لكن هنا في السلفر بكتيريا السلفر الاس اللي هو السلفر هو اللي بيطلع كسكندري ايه؟ كسكندري برودكت. مش واضح هنا اهو، السلفر هو السكندري ايه؟ برودكت، تمام كده. طيب كويستشن 7 شفناه في الامتحان اللي قبل كده، نقوله تاني. بيقول لي which of the following pathways describes the flow of electrons during photosynthesis A process. بيقول لي هنا من النات B H2 لل H2O، لا ده احنا قلنا ال H2O هي اللي بيحصلها splitting الاول، وبعد كده الهيدروجين بيحمل على النات B، يبقى دي مش صح. طب نمبر B بيقول لي الاكسجين لل ADP، احنا عندنا اساسا الاكسجين ده بيطلع كسكندري برودكت، يبقى ما ينفعش معانا. طب ال H2O للدارك رياكشن على طول من غير ما يطلع الهيدروجين يحمل على النات بي H2، يبقى الترتيب ده غلط. لكن ال H2O يحصل له سبليتنج والهيدروجين يحمل على النات بي، ويبقى نات بي H2 ويروح للدارك رياكشنز عشان يتم الريدكشن بتاعه الكربون دايوكسيد بالهيدروجين المحمول على النات بي وبمساعده كمان الانرجي اللي هي ال ATP، يبقى الكلام ده مظبوط اللي هي الانسر معانا نمبر دي. نشوف عندنا كويستشن 8 بيقول لي هنا جرين اند بيربل سلفر بكتيريا are from the، هما الاثنين بيعتبروا ايه؟ انا اعرف ان هما الاثنين بيعملوا فوتوسينثيس بروسيس، وطالما هما الاثنين بيعملوا فوتوسينثيس بروسيس يبقى مش بارازايت ومش سابروفايتس، لان دي كائنات متطفله ودي مترممه، ودي كارنيفورس اللي هي فورس اللي هي اكلات اللحوم، هي اوتوتروفز اللي هي كائنات ذاتيه التغذيه. نشوف كويستشن 9 بيقول لي هنا which of the following elements whose absence doesn't affect photosynthesis process، غيابه ما بيأثرش على عملية الفوتوسينثيس. الايرن غيابه يأثر، ليه؟ لان الايرن ده بيستخدم في formation او building enzyme، building enzyme، وانتوا عارفين طبعا ان الدارك رياكشن في الفوتوسينثيس بروسيس هي انزيماتيك رياكشن. طيب الفوسفورس محتاجينه عشان الـ ATP، برضو الدارك رياكشن اللي بيحصل فيها reduction للكربون دايوكسيد بالهيدروجين المحمول على النات بي H2 بيبقى by the help of energy ATP اللي طالع منين؟ من الجران، تمام؟ طب المغنيسيوم، عندنا المغنيسيوم ده موجود in the center of chlorophyll، والكلوروفيل ده هو اللي absorb sunlight to make photosynthesis process، يعني كل دول ليهم رول، وقلنا الرول بتاعهم ما عدا مين؟ ما عدا الكالسيوم ملوش رول معانا في الفوتوسينثيس بروسيس. طيب بيقول لي هنا the process of mixing two different substances is، خلط مادتين او اكتر، اوسموزس ولا ديفيوجن ولا اكتف ترانسبورت ولا امبيبيشن؟ لا هو ديفيوجن. نفتكر لما حطينا دروب اوف انك ان ووتر، طبعا ده كده خلط المادتين، حصل ايه؟ حصل موفمنت اوف مولكيولز اور ايونز بتاعه الانك من الهاي كونسنتريشن ميديوم لللو كونسنتريشن ميديوم، وبدا يحصل ديفيوجن للانك في الووتر، تمام كده.
يبقى هتبقى ديفيوجن، لان الاوسموسيس ده بيتكلم عن الووتر، الاكتيف ترانسبورت بيتكلم عن حركه الايونز اجينست كونسنتريشن جراديانت من اللو للهاي، مش ما فيهاش اي ميكسينج. الامبيبيشن طبعا قلنا ان الوولز اللي ليها كولويدال نيتشر اللي لها طبيعه غرويه زي السليولوز او البكتين او اللينين بيبقى هاد ابيليتي تو امبايب ووتر، انها بتمتص الووتر. تمام كده. نيجي الكويستشن 11، بيقول لي هنا the source of released oxygen in photosynthesis process. طب ما احنا عارفين ان مصدر ده معلومه مباشره، مصدر الاكسجين المصاعد في الفوتوسينثيس بروسيس هو مين؟ هو الووتر، واتعملت عليها تجارب كتير واستخدمنا فيها الايزوتوبس زي الاو 18 والاو 16، وتم اثبات ان الووتر هي مصدر الاكسجين اللي طالع في الفوتوسينثيس بروسيس. كويستشن 12 بيقول لي هنا which of the following represent active transport. احنا عارفين ان الاكتيف ترانسبورت ده the movement of ions from low concentration للhigh concentration للhigh concentration by the help of a chemical energy، يعني باستخدام مين؟ ATP. نشوف كده، بيقول لي increasing the diffusion of substance against gradient، او against gradient يعني ضد التدرج في التركيز، عكس التدرج في التركيز، يعني بدل ما يتحرك من الهاي لللو يتحرك من اللو للهاي. ايوه طبعا. طب ions inside the cell more than outer medium، ان الايونز جوه السيلز، يعني في ناس ممكن تقول طب ما الاجابه دي صح، ما هو بيحصل لما يكون الايونز جوه السيل اكتر من بره ويبتدي البلانت يسحبها من بره يبقى باكتيف ترانسبورت. طب ما هو ممكن يكون الايونز موجوده جوه السيلز اكتر من اوتر، بس هو البلانت مش محتاجها، يعني اللي موجود عنده كتير ومش محتاج ان هو يعمل اكتيف ترانسبورت وياخد اللي بره، فده التعبير ده مش دقيق، التعبير الافضل اجينست جريديانت. No relation between diffusion of substance and amount of energy. لا طبعا في علاقة، ان لما يبقى يتم امتصاص المواد دي من low concentration ل high concentration هنحتاج ATP. بيقول لي هنا like between، متشابهة في diffusion of transport، يعني شبه اللي بيحصل في diffusion. لا هو مش شبه، هو opposite، عكس اللي بيحصل في diffusion، لان diffusion ده بيبقى من high لللو، والتاني بيبقى والactive transport بيبقى من اللو للهاي. تمام كده. نمبر 13 هنا بيقول لي water vapor transfer from plant to air. الكلام ده طبعا بيتم من خلال through stomata. تمام. بيقول لي هنا عن طريق ايه؟ active transport ولا imbibition ولا diffusion ولا osmosis؟ لا، عن طريق الديفيوجن. الووتر فيبر ده جاز، واحنا عارفين ان الجازس بتمر من خلال الاستوماتا زي الاكسجين والكربون دايوكسيد. الووتر فيبر كورل ده بيتم عن طريق مين؟ الديفيوجن. طيب نكمل هنا، بيقول لي نمبر 14 the substance that is or are the fastest، خلي بالنا من fastest to supply the cell with energy is or are. طيب نركز مع بعض كده، احنا السؤال ده يعتبر تراكمي من السنة اللي فاتت، كنا بنقول مين الفاست resource for obtaining energy، الليبيدز ولا الكربوهيدرات ولا البروتين ولا الووتر؟ لا الكربوهيدرات طبعا. طب وبعدها الليبيدز، على الرغم ان كمية الانرجي بناخدها من الليبيدز اعلى من الكربوهيدرات، بس المصدر الصريح هو الكربوهيدرات. واخر حاجة ممكن ياخد منها الانرجي الجسم هي البروتين، اما الووتر ما بتديش الجسم انرجي. نشوف معانا question 15، بيقول لي the following graphs describe the relation between the rate of anabolism and catabolism in 3 people، ثلاثة افراد من الناس differ in age stage، مختلفين في المرحلة العمرية. طيب جايب لي اي كولم جرين هنا هو anabolism بناء، والكاتابوليزم عامله بالاورنج، فبيقول لي which of the following represent the arrangement of 3 person from the first to third. من اول واحد، اول واحد ده بيبقى معدل الانابوليزم عنده equal to catabolism. الكلام ده بيتم فين؟ بيتم بالنسبة للياس اللي هما الشباب، لكن number 2 اللي هو البيرسون 2 ده second person عنده معدل الكاتابوليزم، الكاتابوليزم ده بيبقى اعلى من الانابوليزم، يبقى ده اكيد حصل aging، يبقى دوت elderhood. طيب هنا بقى الانابوليزم هو اللي اعلى، يبقى اكيد ده تشايلد هود في مرحله الطفوله، يبقى انا محتاج يس الاثنين قد بعض، الكاتابوليزم والانابوليزم. تمام، محتاجين الكاتابوليزم يبقى اعلى، يبقى ده الدر هود، يبقى هنا الانسر معانا نمبر دي. واخر حاجه للانابوليزم اعلى عنده هو تشايلد هود، فتبقى الانسر معانا نمبر دي. نكمل عندنا هنا، بيقول لي في كويستشن 16 باي ويتش process is the food moved along the alimentary canal.
الفود بيتحرك بالالمنتري كانال ازاي؟ بالاسيميليشن ولا بالدايجيشن ولا الانجيشن ولا البريستاليسيس؟ لا، البريستاليسيس الحركه الدوديه، وذكرها تحديدا فين؟ في الاسوفيجس، لكن مش بالدايجيشن ولا يعني مش بهضم ولا حرق ولا بتمثيل غذائي، ولا هي عن طريق البريستاليسيس اللي هي الحركه الدوديه. طيب نمبر 17 بيقول لي هنا A person hasn't the ability to absorb vitamin K. في شخص مش عارف يمتص الفيتامين K بالفلاي. You advise him to eat. طب انا اشوف الفيتامين K ده بيمشي فين؟ قال لي ده بيمشي في الليمفاتيك روت. الليمفاتيك روت اللي بيبتدي بالايه؟ باللاكتل انسايد فلاي، وبعد كده بيروح للليمفاتيك سيستم، ومنه للسوبيريور فينا كافا والهارت. طب مين اللي بيمشي في الطريق ده؟ اللي بيمشي في الطريق ده هم الفاتي اسيدز بلس جليسترول، تمام كده، والفيتامين اللي هي ديسولفد فيتامين انفات. مين بقى ديسولفد فيتامين اوف انفات؟ اللي هي الكي والاي، تمام، والدي والاي، كده بنقول عليهم فيتامين كده كي اي دي اي. طيب يبقى انا دلوقتي هنصحه ان هو يتناول مواد فيها بروتينز ولا كربوهيدرات ولا فات وليبيدز؟ لا، فات وليبيدز. ليه؟ لان فيتامين كي بيتم انتقاله في الليمفاتيك رود اللي بيبقى ماشي فيها ايه؟ الفاتي اسيد والجليسرول، واساسا ده بنقول على فيتامين كي ان هو سولوبل ان فات، بيدوب فين؟ في الدهون. ان في انزيمز ديسولفد ان ووتر، وفي سوري في فيتامينز ديسولفد ان ووتر زي فيتامين بي والاسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي، وفي فيتامين هنا سولوبل ان فات، يبقى انا محتاج فاتي فاتس وليبيدز، تمام كده. طيب نرجع للكويشن 18 كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي جول بلادر اللي هي اللي احنا بنقول عليها المراره، تمام، الحوصله الصفراويه دي، ووز ريموفد فروم ا بيرسون، تم ازالتها من شخص. ويتش اوف ذا فولوينج از اكسبكتد تو اوكير، يعني ايه المتوقع حدوثه؟ طب انا الاول اسال نفسي، هي الجول بلادر دي بيبقى فيها ايه؟ بايل جوس. طب البايل جوس بتعمل ايه؟ بتحول الفاتس، اهو ادي البايل جوس، بتحول الفاتس لامالسيفايد فات. طب طالما هتحولها لامالسيفايد فاتس يبقى هي كده بتساعد في هضم مين؟ الدهون. طب لو اتشالت بقى الجول بلادر يبقى ده هيأثر على هضم الدهون، يبقى المفروض ان هو يتناول كميات قليله من الدهون، ما يكترش من الدهون. يبقى هي كانت ايت فريش فيجيتابلز، لا عادي ياكل فيجيتابلز مفيش مشكله. هي كان ايت فاتس ان سمول كوانتيتيز، ايوه طبعا، طالما عنده تم ازاله جزء والجزء ده كان بيساعده في هضم الفاتس يبقى هو كميه الفاتس اللي ياخدها المفروض تكون صغيره. هي كان تيك درينكس اونلي، ياخد مشروبات بس، لا ده طبعا مش طبيعي ان حد يعيش على مشروبات بس. هي كان ايت اونلي وان بيج ميل دايلي، برضو مش موضوعنا، ممكن ياخد وان ميل والوان ميل دي يكون فيها كميه كبيره من الفاتس، لا احنا عايزين ان هو يقلل بس من تناول الفاتس، تمام كده. طيب نشوف كويستشن 19، بيقول لي هنا Which of the following elements is needed by the plant to absorb ions against the concentration gradient؟ يعني بالاكتف ترانسبورت هو بيحتاج مين؟ طب الاكتف ترانسبورت ده يا شباب بيحتاج انرجي in the form of ATP. طيب محتاج كلورين ولا ايرون ولا فوسفورس ولا سلفر؟ لا، ATP ده بيحتاج فوسفورس، تمام كده يا شباب. طيب بيقول لي هنا في 20 فيتامين بي انترز the heart via، احنا لسه قايلين فيتامين بي ده soluble in ايه؟ soluble in water، وطالما بيدوب في الميه هيمشي فين؟ هيمشي في البلاد روت، والبلاد روت ده اخره بيوصل فين؟ بيوصل للانفيريور فينا كافا، انفيريور فينا كافا، ومنه للهارت. هو عايز بيوصل للهارت ازاي؟ يبقى بيوصله عن طريق الانفيريور، هنا بيقول لي الليمفاتيك روت، لا هو بلاد روت. سوبريور فينا كافا، لا هو انفيريور فينا كافا اللي هي نمبر دي، مش بالموناري سيركيوليشن، تمام كده. نمبر 21 بيقول لي هنا which of the following best explain، اللي بيشرح كويس او بيفسر لنا how enzyme aid digestion، يعني ازاي الانزيمز بتساعد في الدايجيشن. اول حاجه بيقول لي الانزيمز break down large and complex food molecule into smaller ones which can be absorbed، طبعا بيكسر جزيئات الطعام الكبيره لجزيئات صغيره، زي مثلا لما الاميليز بيكسر الستارش لايه؟ لمالتوز، وبعد كده المالتيز بيحول المالتوز لايه؟ لجلوكوز، يعني بتتم عمليه الهضم كده، نظام ستيبس، خطوات. طيب بيقول لي الانزيم سلو داون ذا ريت اوف دايجيشن، لا بالعكس ده انكريز ذا ريت اوف دايجيشن. هنا انزيم ريجوليت ذا بي اتش، لا مش شغلها، ده البي اتش اساسا من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر على الانزيم اكشن،
لكن هو بيعمل ايه؟ كل اللي بيعمله ان هو بي increase the speed of reaction inside the living cell. طب نمبر دي بيقول لي enzymes are released by gallbladder، بتخرج من الجول بلادر. اساسا الجول بلادر يعني فيها بايل جوس، والبايل جوس doesn't contain any digestive enzyme. تمام كده؟ نكمل. عندنا بقى الاسي كويستشن، بيقول لي هنا في كويستشن نمبر 22 how far this statement correct with explanation. نشوف بقى، بيقول لي the role of enzyme is restricted، يعني قاصر. قاصر على ايه؟ on digestion of food substance only، هو قاصر على هضم الطعام فقط. مين قال كده؟ طب ما احنا عندنا، احنا خلصنا المنهج دلوقتي يا شباب، وعارفين ان في ريسبيراتوري انزيمز موجوده في الميتوكوندريا. فانا بقول له اول حاجه كده ان الجمله دي ان كوريكت، مش صح. تمام. طب ايه ده اختصار ليه؟ ايه اختصار انزيم؟ تمام. واس ده اختصار لسبستريت. تمام. هما الاثنين كونوا مع بعض اي اس انترميديت كومباوند. انترميديت كومباوند يعني مركب وسطي. انترميديت كومباوند بيبقى ماله؟ بيبقى انستيبل. انستيبل يعني غير مستقر. ليه؟ لان على طول بينفصل حرف الاي ده اللي هو انزيم ساعه تكوين بي اللي هو البرودكت. تمام كده، عرفنا الشكل اللي قدامنا. طيب نشوف، احنا قلنا انكوركت ليه؟ هقول له هنا، لان احنا نوضح له ان مش الكلام ده الرول اوف انزيم نوت ريستريكتد اونلي اون دايجيشن فود سبستانس. هقول له ايه عندنا؟ enzymes are also used in cellular respiration process، في عملية التنفس الخلوي. طبعا الغرض منها انها تطلع ايه؟ energy، عشان تطلع الانرجي. يبقى الانزيم ار اولسو يوزد ان سيلولار ريسبيريشن بروسيس، اللي بتخرج الانرجي ان ذا فورم اوف اي اوف اي تي بي. خدنا السيلولار ريسبيريشن وعرفنا ان الاكسديشن اوف 1 جلوكوز بريديوس 38 اي تي بي. شوف بقى كويستشن 23، بيقول لي هنا اميليز انزيم از سيكريتد، بيفرز ان ان اكتف فورم، يعني بيفرز في صوره نشط. ولكن البيبسين انزيم از سيكريتد ان 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 اكتف فورم، في صوره غير نشطه. طب عايز يعرف بقى السبب، بيقول لي اكسبلين. فانا هقول له هنا ان الاميليز انزيم ده هنسميه نمبر 1 عشان هنا مفيش مساحه كتير نكتب، والبيبسين ده نمبر 2. هقول له نمبر 1 ده سيكريتد ان اكتف فورم، لانه بيعمل ايه؟ لانه بيعمل هيدروليسز للستارش. اهو وجود الاميليز انزيم، تمام، ويحوله لدايساكرايد اسمه ايه؟ اسمه مالتوس. يعني هنا بيعمل دايجيشن لمين؟ للكربوهيدراتس. فدازنت افكت، يعني هو كده دايجست كربوهيدراتس، فدازنت افكت، دازنت افكت، لا يؤثر، دازنت افكت اون، لا يؤثر على لاين ماوس لايننج اللي هي بطانه الفم. ليه؟ لان الماوس لايننج دي عباره عن بروتين. يبقى هو بيعمل على هضم مين؟ الستار. والماوس لايننج دي عباره عن ايه؟ بروتين. تمام كده شباب. طيب النمبر 2 بقى عندنا اللي هي مين؟ اللي هو البيبسين انزيم. طب البيبسين انزيم ده بيعمل ايه؟ بيعمل هيدروليسز للبروتين. اهو ادي البروتين بلس H2O بالبيبسين انزيم، بيتحول لبولي ايه؟ بيبتايد، يعني بيأثر في هضم مين؟ البروتين. فهو هنا لو تم افرازه في صوره اكتف ات ويل افكت. اهو نقول له كده اف بيبسين secreted in an active form، لو اتفرز في صورة active it will affect the stomach lining، هيأثر على بطانة المعدة. stomach lining اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين، هيأثر على الاستومك. يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان الاميليز بيفرز اكتف، اما البيبسين بيفرز في صورة انكتف. الانكتف فورم اسمها بيبسينوجين. اسمها ايه يا ولاد؟ بيبسينوجين. تمام كده شباب. يبقى من الاخر الاميليز بيفرز في صورة اكتف لانه بقى بيهضم الكربوهيدرات، والكربوهيدرات دي مش يعني هضم الكربوهيدرات مش مؤثر على اللايننج اوف ماوس.
البيبسين بيفرز في صورة inactive علشان هو بيأثر في هضم البروتينز، والبروتينز ده لو تم هضم البروتين هنا بتاع الاستومك بتاع المعدة ده طبعا بيعمل زي استومك ايه ألسر اللي هي قرحة المعدة او الحاجات دي. طيب نشوف بقى question 24 بيقول لي give reason for the age of root hair doesn't exceed few days or weeks. ليه بقى عمر الشعيرات الجذرية ما بيتعداش كام يوم او weeks؟ هقول له هنا because طيب give reason or because the epidermal cell lost from time to time بتفقد من وقت لآخر، تمام كده. but ولكنها regenerated it is regenerated بتجدد continuously باستمرار continuously from zone of elongation from the zone of elongation بتعوض من منطقة الاستطالة بالجذر، تمام كده. نكمل عندنا number 25 بيقول لي a meal consists of bean، البين ده بروتين تمام، وأويل الأويل دوت ليبيد اللي هو فاتس يعني، وبريد البريد ده كربوهيدراتس اللي هي ستارشز يعني نشويات. What is the route that the product of digestion ايه الطريق اللي بيمشي فيه النواتج بتاعت الهضم in order to reach the heart لحد ما توصل للهارت for each component of the meal. طب يلا نقول مع بعض، احنا هنسمي البين ده نمبر 1 والأويل نمبر 2 والبريد نمبر 3. 1 و 3 احنا عندنا 1 و 3 النواتج بتاعتهم عباره عن، يعني هتكلم دلوقتي عن 1 و 3 اللي هو البين والبريد. 1 و 3 نواتج الهضم بتاعتهم ايه؟ البين ده هيتهضم لايه؟ لامينو اسيدز، معايا كده؟ وعندنا البريد هيتهضم لايه؟ هيتهضم لجلوكوز، دي كربوهيدراتس يعني ستارشز يعني هيتهضم لجلوكوز، اقول له امينو اسيد اند جلوكوز اللي هم 1 و 3 نواتج الهضم. دول هيمشوا فين يا ولاد؟ دول هيمشوا في البلاد روت، البلاد روت اللي بيبتدي من البلاد كابيلاريز اللي موجوده جوه الفيلاي، تمام كده اهو، بيبتدي من البلاد كابيلاريز انسايد فيلاي، ومنها بيروح للهيباتيك بورتال فين، ومنها بيدخل الليفر، ومن الليفر بيخرج في الهيباتيك فين، ومن الهيباتيك فين بيروح للانفيريور فينا كافا، ومنها للهارت تحديدا في الرايت اتري، تمام. يبقى انا خدت الطريق بتاع مين؟ بتاع البين والبريد. اما الاويل لوحده ده اللي هو نمبر 2 بقى اللي احنا سميناه نمبر 2، ده النواتج هضمه عبارة عن ايه؟ عبارة عن فاتي اسيدز بلس جليسترول، تمام. الفاتي اسيد بلس جليسترول دي بقى بتمشي فين؟ قال لي دي بتمشي في الليمفاتيك روت، والليمفاتيك روت ده بيبتدي من اللاكتل اللي موجود، بتبتدي كده من اللاكتل اللي موجود انسايد فيلاي، لاكتل اللي موجود جوه الفيلاي، ومنه بيروح للليمفاتيك سيستم، ليمفاتيك سيستم، ومن الليمفاتيك سيستم بيروح للسوبيريور فينا كافا، سوبيريور فينا كافا، ومنها المين للهارت تحديدا في الرايت اتري، تمام كده شباب. يبقى انا وضحت له الطريق اللي بيمشي فيه النواتج الهضم بتاعه البين والاويل والبريد اللي هي امينو اسيد وجلوكوز وكمان فاتي اسيد وجليسرول، تمام كده. طيب بيقول لي هنا في 26 the elementary canal contains enzyme x، فيها انزيم اكس ذات هيدرولايز ا مولكيول ايه انتو تو سيميلر مولكيولز اوف مونوساكرايد، اتنين مونوساكرايد شبه بعض. طبعا احنا ما خدناش حاجه بتطلع اتنين مونوساكرايد شبه بعض غير المالتوز، لما بيحصل له دايجيشن بيتحول لاتنين جلوكوز. فبيقول لي what is the name of each of enzyme X والمولوكيول A؟
احنا لسه قايلين حالا المولوكيول ايه دوت، اقول له كده ايه ده عباره عن مالتوز، تمام كده المالتوز ده دايساكرايد. طيب وعايز انزيم اكس، اكس اللي هيحلل المالتوز لاتنين جلوكوز، هقول له دوت اسمه ايه مالتيز. طب نعمل الايكويشن، اقول له احنا عندنا المالتوز، نكمل بقى هنا المالتوز بانزيم اسمه المالتيز هيدينا الاثنين اللي هما ان هما تو سيميلر، بقى كلمه تو سيميلر مولكيولز اوف مونوساكرايد اللي هما تو جلوكوز. تمام كده يا شباب، يلا نشوف ذا لاست كويستشن. بيقول لي هنا ذا فولوينج دايجرام ريبريزنت لايت اند دارك رياكشن، ده بيمثل لي اللايت رياكشن والدارك ايه رياكشن. طيب هنا اللايت رياكشن جايب ان في حاجه بتبقى داخله، الداخله دي اكيد هي اللايت انرجي بتاع الصم، دي لايت انرجي. اللي بيخرج كسكندري برودكت من اللايت رياكشن هو الاوتو الاكسجين. طيب الحاجات بقى اللي بتروح للدارك رياكشن عندنا اي تي بي، ومين وحرف البي ده اللي هو ناد بي اتش 2. طيب وهنا الدارك رياكشن بينتج منه جلوكوز، بس مين اللي بيبقى داخل بقى الاستروما، اللي بيبقى داخل الاستروما سي ده اللي هو مين سي او 2. يبقى اللايت رياكشن دي بتتم في الجرانا، تمام، والدارك رياكشن دي بتتم فين في الاستروما. فبيقول لي what does C refer to، C احنا قلنا C ده عبارة عن CO2. طب ايه تاني بيقول ده كده اجابة السؤال ايه. طب السؤال B بيقول لي what is the symbol of the compound which transfer hydrogen، اللي بينقل الهيدروجين كلنا عارفينه ناد BH2، from the light reaction to dark reaction. يبقى انا اقول له السيمبول بتاعه كان حرف ال B، هو مين الكومباوند اساسا، هو ناد B H2. تمام كده شباب، أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.